السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات ومن النار. ثم أما بعد، أيها المؤمنون الكرام، يقول رب العالمين في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ألا وإن من أجل العبادات وأعظم الطاعات التعرف على الله جل جلاله، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة أسمائه وصفاته. فإذا عرفنا أسماءه وصفاته عرفنا عظمته سبحانه وتعالى. والكلام عن أسماء الله وصفاته إنما هو من باب معرفة آثارها ومدلولها، أما حقيقة الأسماء والصفات فلا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، إذ أن الله جل جلاله لا شبه له ولا ند له ولا مثيل له ولا كفء له ولا وزير له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ألا وإن أسماء الله وصفاته تؤخذ من كتاب الله الكريم ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإني على شريف مسامعكم الكريمة في هذا المقام لمتكلم أو لواقف وقفات مع اسم من أسماء الله العظيمة، ألا وهو اسم الله الكريم. الله هو الكريم والأكرم والجواد، فهذه ثلاثة من أسمائه وردت في كتابه وفي سنة نبيه. أما الكريم فقد ورد في القرآن في ثلاثة مواطن: الموطن الأول في سورة النمل، إن ربي غني كريم، والموضع الثاني في سورة المؤمنون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فعلى قراءة من رفع الكريم، وهي قراءة ابن كثير وهي قراءة صحيحة، يكون اسما لله جل جلاله. وفي سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. أما اسم الله الأكرم فورد في موضع واحد من القرآن الكريم في سورة العلق: اقرأ وربك الأكرم. وأما اسمه الجواد فورد في السنة النبوية، روى الإمام البيهقي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جواد يحب الجود، يحب معالي الأمور
ويكره سفاسفها. معاشر المسلمين، ما أحوجنا إلى أن نتفقه في أسماء الله وصفاته ليزداد إيماننا وتعظيمنا لربنا. يا عباد الله، هل هناك أكرم من الله؟ هل هناك من يقاربه أو يماثله من أهل الكرم؟ لا والله، فهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. ألا وإن هذا الاسم العظيم لعظيمه تعدد تفاسير العلماء لمعناه، فمن العلماء من يقول معنى الكريم هو الأكرم المتفضل المنعم، ومنهم من يقول الكريم هو الذي يتفضل على عباده المنزه عن الآفات والنقائص، الذي يعطي بلا حدود ويعطي من يحتاج ومن لا يحتاج. ومنهم من يقول الكريم هو الذي إذا وعد وفى وإذا قدر عفى. وقيل أن معنى الكريم هو الذي يثيب على الحسنات ويتجاوز عن السيئات. وقيل أن معنى الكريم هو الذي يجيد على السائل قبل أن يسأل، فيعطيه مناله أو فيعطيه المنال قبل السؤال، ويفيض عليه أكثر مما في الآمال، فهو أكرم الأكرمين سبحانه. ومن كرمه وفضله وإحسانه أنه يجود على العصاة كما يجود على الطائعين. روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أحد أصبر من الله يجعلون له الولد والصاحبة، لا أحد أصبر على الأذى من الله ينسبون إليه الولد والصاحبة ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم. فهو الخالق الرازق الكافي المعطي سبحانه وتعالى، عطاؤه لا حدود له، فعطاؤه بلا حدود، وفضله ممدود، وسعته عظيمة، أو عطاؤه واسع جل جلاله. إن المخلوق البشري إذا أعطاك إنما يعطيك لمصلحة أو منفعة، وقد يعطيك يوما ويمنعك في اليوم الثاني، لكن رب العالمين إنه يعطيك بلا مقابل، يعطيك ولا يريد منك جزاء ولا شكورا، إذ أن الملك ملكه والكون كله بيده سبحانه وتعالى. إن ربي غني كريم، فهو سبحانه لا يحتاج إلى أحد، خزائنه ملآ ويمينه سحاء، لا يغيضها ولا ينقصها، لا يغيضها نفقة الليل والنهار ولا ينقصها شيء. ولهذا قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو أدخل المخيط في البحر هل يؤثر على الماء؟ هل ينقص من الماء؟ الجواب لا. فكذلك لو أن الخلائق جميعا من لدن آدم إلى آخر من تقوم عليه الساعة كلهم جميعا قاموا بين يدي الله وطلبوا الله وسألوا الله فأعطاهم ما سألوه وقضى حوائجهم ولبى مسائلهم، ما نقص من ملكه شيئا. فيا عباد الله، لماذا لا نقبل على الكريم؟ لماذا لا نتوجه بين يدي الكريم؟ لماذا لا نسأل الكريم وهو الكريم المتفضل سبحانه؟ ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا ولا سعي عليه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. ومن عظيم كرمه وفضله وإحسانه ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. انظروا إلى كرم الكريم، بمجرد أن تهم بالحسنة ولو لم تفعلها كتبها الله لك حسنة. وجدت مسكينا أدخلت يدك إلى جيبك تريد أن تعطيه شيئا، فلم تجد في جيبك ولا شيء،
قد كتب لك الأجر والثواب. قال: ومن فعل الحسنة إن هم بها ففعلها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. أنت تتعامل مع الكريم، مع الرحمن الرحيم. في الصحيحين من حديث أبي مسعود أن رجلاً جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بناقة مخطومة، فقال: يا رسول الله، هذه الناقة في سبيل الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة، لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. انظروا إلى كرم الكريم وإلى عطائه الواسع. وجاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تصدق بعدل تمرة، أي بتمرة أو بما يعادلها كحبة العنب ونحو ذلك، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها حتى تصير مثل الجبل. إنما أساسها تمرة، وها هي تصير مثل الجبل. وفي رواية: وإن اللقمة الواحدة لتأتي يوم القيامة مثل الجبل، لقمة واحدة وضعتها في فم مسكين تأتي يوم القيامة كهيئة الجبل. وفي رواية: وإن اللقمة الواحدة لتأتي مثل جبل أحد، مثل جبل أحد. هذا في لقمة، فكيف بمن أعطى رغيف خبز؟ كيف سيأتي يوم القيامة؟ كيف بمن تصدق بكس من الدقيق أو بكس من الحب؟ كيف سيأتي يوم القيامة؟ ومن كرم الله وفضله وإحسانه أنه يغفر الزلات، ويعفو عن الخطيئات، ويتجاوز عن السيئات، ويقبل توبة من تاب، بل ويبدل الله سيئاته حسنات. يأتي رجل أعرابي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، ما ترك ذنبا إلا وفعله، هل يغفر الله له؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم يغفر الله لك. قال: يا محمد، وغدراتي وفجراتي أيغفرها الله؟ قال: وغدراتك وفجراتك يغفرها الله، ويبدل سيئاتك حسنات. فأدبر الرجل وهو يكبر ويعظم ربه سبحانه وتعالى. ومن عظيم كرم الله وفضله وإحسانه أن من أنفق شيئاً أخلف الله عليه، ومن بذل شيئاً عوضه الله ووسع الله عليه. قال عز من قائل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذا وعد من الكريم المنان، هذا وعد ممن لا يخلف الميعاد، هذا ضمان من الله. والضمان إذا كان من عظيم فهو ضمان عظيم. وكم من إنسان بذل وأنفق فزاد ماله ووسع الله عليه، ومن كان في الله سلفه كان على الله خلفه. ها هو رجل ذهب إلى السوق واشترى كبشا للعيد، ورجع به إلى بيته وأركبه على السيارة. فلما وصل إلى باب بيته وأنزل الكبش من السيارة، حصل أن الكبش هرب وفر وفلت من بين يديه، فجعل الرجل يلاحقه هنا وهناك، والكبش يمشي ويهرب عليه، حتى دخل إلى بيت أحد الجيران، إلى بيت امرأة مسكينة ضعيفة معها أيتام لها. فلما دخل الكبش إلى البيت والرجل يلاحقه، خرجت المرأة المسكينة فرحة مسرورة وهي تقول: يا أبا فلان، تقبل الله صدقتك وكتب الله أجرك وجزاك الله خيرا. الرجل لم يشتره لها، إنما اشتراه لنفسه، ولكن قد حصل ما حصل، ماذا يفعل أمام هذا الموقف؟ ولكن كان صاحب نفس عظيمة. هل يكسر خاطرها؟ هل يكسر فرحتها؟ هل يجرح مشاعرها وهي المسكينة الضعيفة صاحبة الأيتام؟ فما كان منه إلا أن قال لها: هو لك
وسامحونا واعذرونا على التقصير. قالت: أسأل الله أن يخلف عليك. فرفع الرجل يده وقال: اللهم تقبله مني. فلما كان اليوم الثاني ذهب في الصباح الباكر إلى السوق ليشتري له كبشاً آخر بدلاً عن الأول. ذهب إلى السوق مبكراً، فجاء السيارة محملة بالأغنام والكباش من السيارات الكبيرة، فتقدم إليها وأخذ كبشاً من أحسن الكباش الموجودة فيها، فقال لصاحبه: بكم قيمته؟ قال: خذه ولن نختلف. قال: بكم قيمته؟ قال: لن نختلف، خذه ولا يمكن أن نختلف أبداً. أنزله وذهب به إلى سيارته، ثم رجع يريد أن يسدد القيمة، فقال: بكم قيمته؟ قال: لا قيمة له، هذا هدية لك. قال: ماذا تقول؟ لا بد أن أدفع لك قيمته. قال: هو لك يا هذا، إن الله وسع علي هذه السنة فبعت كثيرا من الأغنام، وإني نذرت لله اليوم أن أول زبون أجده أني أعطيه كبشا هدية مني. انظروا رعاكم الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أنت تتعامل مع الكريم، مع الرحمن الرحيم، عامل ربك وكن مع ربك وقدم الأعمال تجد ثوابها العاجل والآجل. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. ثم أما بعد، معاشر المسلمين رعاكم الله، ومن عظيم كرم الكريم ما يكرم به عباده في ذلك اليوم العظيم، في يوم يشيب فيه الأطفال، وفي يوم أهواله ليس مثلها أهوال، في يوم القيود والأغلال، في يوم الحساب والجزاء. قيل لأحد الأعراب: إنك محاسب، إنك محاسب. فقال الأعرابي: ومن سيحاسبنا؟ قيل له: الله، الله هو الذي سيحاسبنا. فضحك الأعرابي، قالوا: ما لك تضحك؟ قال: والله لقد أفرحتموني وأسررتموني، إن القدوم على الله. أو قال: وهل وجدنا الخير إلا من الله؟ هل وجدنا الخير إلا من الله؟ إن الكريم إذا حاسب عفا، إن الكريم إذا حاسب عفا. عند ابن أبي عاصم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا عليه وقد جاء مرفوعا، قال: يدني الله العبد يوم القيامة منه، وكلنا سنقف بين يدي الله، وكلنا سنحاسب ولا بد. فيقرب الله العبد منه لئلا يسمع أحد ما يجري بين العبد وربه، ويضع الله عليه الستر والكنف فلا أحد يعلم ماذا يدور بينه وبين ربه. فيخرج الله له كتابا فيقول الله له: اقرأ يا عبدي. فيقرأ فيرى حسناته فيستنير وجهه ويفرح وينشرح صدره، فيقول الله له: أتعرف هذه الحسنة؟ فيقول: نعم يا رب، أذكرها، إما صلاة أو صيام أو صدقة أو بر والدين أو أي عمل من أعمال الخير. فيقول الله له: قد قبلتها منك. فيخر ساجدا بين يدي الله فرحا مسرورا، ثم يقوم فيقرأ في كتابه فيجد المعاصي والآثام، فيسود وجهه ويرتجف فؤاده ويشتد خوفه. فيقول الله له: أتذكر هذه المعصية؟ فيقول: نعم يا رب، نعم يا رب، وهو خائف. فيقول الله له: قد غفرتها لك. فيخر ساجدا بين يدي الله، والناس إنما يرون سجوده لا يعلمون ماذا جرى بينه وبين ربه. فيقول بعضهم لبعض: هنيئا لهذا ما عصى الله طرفة عين، ما عصى الله طرفة عين. وهم ما علموا كرم الله وفضله، وأنه كان عنده المعاصي والآثام والذنوب والخطايا، ولكن تجاوز الله عنه، تجاوز عنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى. وهكذا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أهل الجنة عندما يدخلون الجنة، وأهل النار عندما يدخلون النار، قال: ويبقى رجل بين الجنة والنار ووجهه إلى جهة النار،
فيقول يا رب يا رب آذاني قشبها وآذاني حرها اصرف وجهي عن النار. فيقول الله له أرأيت إن أعطيتك ذلك أتسألني غيره؟ فيقول لا يا رب. فيأخذ الله عليه العهود والمواثيق ألا يسأل غير ذلك، فيصرف الله وجهه على النار، فيمكث ما شاء الله، ثم يقول يا رب قربني إلى باب الجنة. فيقول الله له ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل غير ذلك؟ فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك. فيقربه الله إلى باب الجنة فيرى نعيمها وما فيها من الزهور والدور والقصور، فيقول يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله له ما أغدرك يا ابن آدم، ألم تقل أنك لا تسأل سواه؟ فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك. فيقول الله له انطلق في الجنة، فينطلق في أرض الجنة أرض واسعة. فيقول الله له تمنى، فيتمنى ويتمنى ويتمنى، وربه يذكره بالأماني حتى تنقطع عنه الأماني. فيقول الله له إن لك ما تمنيت ومثله معه. ثم يقول الله له أترضى أن يكون لك مثل الدنيا منذ أن خلقتها إلى أن أفنيتها؟ فيقول أتسخر بي وأنت الملك؟ فيقول الله إني لا أسخر بك ولكني على ما أشاء قادر. فيقول رضيت رب. فيقول لك ذلك وعشرة أمثاله. انظروا إلى الكريم وإلى كرم الكريم يا معاشر المسلمين، لماذا نعامل الله بالحيل؟ لماذا نعامل الله بالذنوب والمعاصي وهو الكريم؟ أهذا جزاء ربنا أن نتعامل معه بهذه الأشياء، أن نجاهر بالمعاصي وخيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد؟ لو أن رجل من أهل الدنيا أحسن إليك لتجملت منه ولما عصيته ولا عرفت له الجميل، فما بالك برب العالمين وهو يحسن إليك ليلا ونهارا على مجاري الأنفاس وفي كل اللحظات؟ خيره وفضله وإنعامه، أتجازيه بالمعصية وبالإعراض عنه؟ يا عبد الله أين أنت بقية الأصبع؟ يا من لا توجد في المساجد إلا في يوم الجمعة، أهكذا تعامل الكريم؟ أهكذا معاملتك للكريم؟ فيا معاشر المسلمين إن لكم ربا كريما فخذوا به وتمسكوا به وعودوا إليه وارجعوا إليه، وعامل الكريم معاملة الكرماء للكرماء، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه، فكيف بأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا أرحم الراحمين ويا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بك من كرمك الواسع الذي لا حدود له، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أكرمنا بكرمك، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اسكن الغيث، اللهم اسكن الغيث، اللهم اسكن الغيث، اللهم اسكن الغيث الهني المدرار النافع غير الضار. اللهم اسكنا وأغثنا، اللهم اسكنا وأغثنا، اللهم اسق عبادك واحي بلدك. اللهم ارحم شيوخ الركع وأطفال الرضع. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم يا كريم هذه نواصينا بين يديك فلا تردها خائبة وأنت الكريم. اللهم اسكنا وأغثنا، اللهم اسكنا وأغثنا، اللهم اسكنا وأغثنا، وأقم الصلاة.